السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رزق ساقه الله سبحانه وتعالى لشباك غرفة إنتاج. طبعا أنا بيتي بآخر طابق والشباك الموجود مثل ما كنتم شايفين بيطل بشكل مباشر على البناء. الجو عندي ماطر كتير وفي هواء كان. طلعت لفوق على غرفة الإنتاج واليوم أنا معطل، طلعت على غرفة الإنتاج عم نظف الطورة فبتصادف أو بتفاجأ بوجود طير خارج النافذه ورا النافذه يعني. طبعا هو جايته لهون بسبب شوفه للطيور، ربما هارب المكان قريب من هون وشاف الطيور. كان مسكه كثير سهل يعني، كان الجو ماطر والمي نازل على ريشه فكان مسكه ما في اسهل منه. مباشره مسكته ودخلته على غرفه الانتاج، قدمت له الماء وقدمت له الشراب وقدمت له الاكل والحمد لله رب العالمين. الطير وضعه كصحي ممتاز جدا، ولكن اللي اكتشفته انه هذا الطير بغيار ريش. يعني عم بغير ريش من الرأس. طيب بتعرفوا انتم من قديم اني كنت انا مربي للطيور الباجي. فسؤالي لكم، بتحبوا نربي له هذا الطير ونحكي لكم عنه ونجيب له انثى ونقوم على تزويجه؟ طبعا هو ذكر. او نطلق سراحه او بنشوف انسان بحب هاي الطيور ونقدم له اياها هديه، يعني لشخص يكون معروف بربي لهذا الطير بالمدينة الموجود فيها وقدم لي على شكل هدية. هذا الخيار رأيكم. ولكن قبل ما ننتقل لهذا الموضوع حابب أعطيكم شوية معلومات بسيطة عن طائر الباجي. بتمنى الكل يضل معي لنهاية الفيديو، بتمنى الكل يضغط على زر اللايك والشير والاشتراك. طبعا الطير مثل ما أنتم شايفين مانو أليف، مانو أليف على الإطلاق. رح أقوم عملية مسكه. أول شغلة أخي العزيز، لمعرفة الذكر من الأنثى، مثل ما أنتم شايفين بلش يعض، لمعرفة الذكر من الأنثى. بتجي على طبعا هذا النوع الهولندي، هذا النوع هولندي. جامبو هولندي، مو الشو جامبو أو الحجم الكبير، الوسط. بتجي على الوجه تبع الطير، إذا شفت الكير باللون الأزرق هذا ذكر. إذا كان الكير باللون الوردي، الكير هذا الزرار، إذا كان باللون الوردي هذا أيضا ذكر. إذا كان بالألبينو أو لاتينو. ولكن اذا كان الكير باللون الابيض كامل او باللون البني كامل فهذه انثى. مثل ما انتم شايفين طبعا الطير ما مروض على الاطلاق. طيب راح اعطيكم بس شويه معلومات عن موضوع الترويض. فينا نجيب طير مثل هذا هيك ونروضه؟ نعم فينا نجيب طير بهذا الشكل ونروضه، ترويضه بسيط كثير. طيب فينا نقوم على عمليه الترويض بجيب فرخ صغير ونروضه؟ الافضل انه نجيب فرخ صغير لم يسبق له الفطام ونقوم على اطعامه وبعد منه نحن نروضه. هل هذه الطيور تتكلم؟ طائر الباجي يتكلم؟ نعم. اذا احضرت انا فرخ صغير ذكر وقمت على تدريبه على الكلام يتكلم ايضا. فيني اعمله هدد خارجي يعني طيره برا؟ اذا جبته بهذا الشكل لا ما فيك تعمله بهالشكل هذا. طيب شو هي شروط الترويض؟ لحتى تروض الطير بشكل صحيح وبشكل بسيط راح اعطيك بس هيك معلومات بسيطه. مثل ما انتم شايفين الطير بهذا الشكل بالمسك، لا تقوم على عمليه الضغط عليه بشكل كثير. حاول تلبس كف بايدك وتخليه يعضك بهذا الشكل، خليه يعضك قد ما بده يعضك يعضك، تمام؟ لحتى يعرف انه وسيله العض عنده ما هي فعاله انك تخليه تترك الطير او انك تخاف منه متى من عضك، خليه يعضك قد ما بده يعضك، تمام؟ طبعا ايدي الحمد لله رب العالمين جلدي خاصة. فخلي الطير يعضك قد ما بده لحتى تكسب ويعرف الطير. طبعا هاي الطيور نوعيتها ذكية جدا. متى ما عرف الطير انه هاي وسيلة العض ما بتنفع معك انت كمربي لإله انك تخليه تتركه، راح يوقف عن عملية العض من ثالث مرة او رابع مرة. مثل ما انتم شايفين عم بطل يعض. صار يقوم بعملية تعليق المنقار بس لحتى يطلع على ايدي. ما راح يعضك. تمام؟ متى بنعرف انه وسيله العض مو نافع في عمليه التخلص منك ما راح يعضك. الامر الثاني حاول انك تجوعه شيء بسيط. لا تقوم على عمليه تجويعه لمده 3 ساعات 10 ساعات 15 ساعه، ساعتين ثلاثه، ونقي له نوعيه من البذور اللي بيحبها. طبعا هذا الطير بيتغذى على الدخن وعلى القنبز وعلى الشوفان وعلى البذور المستنبته، تقريبا نفس برنامج الغذائي تبع طائر الكناري، بيختلف الا وجود الدخن مع الغذاء الرئيسي له. طبعا ما انتم شايفين عمليه، راح تشوف كيف عم ياكل من ايديه. طبعا كيف هاي اول مره، هاي لاول مره مثل ما انتم شايفين
وانا ماسكه بلش ياكل من ايدي. طبعا هاي العمليه بتنعاد مره وتنتين وثلاثه واربعه لحتى يبلش ياكل من اليد دون خوف، دون خوف. طبعا بمجرد انا هلا ما افكه من ايدي راح يهرب، بمجرد ما افكه من ايدي راح يهرب. مثل ما انتم شايفين رح نحاول نعطيه الاكل باليد الثانيه، ما راح ياكل، ولكن عرف انه وسيله العض ما نفعت معي، وسيله العض ما نفعت معي. حاليا ما بغى يخاف مني ولا انا خايف منه. متى من اظهرت للطير انك انت خايف منه مباشره راح يهرب من ايدك. فانت حاول تكون ايدك على طول ثابته، واقسم بالله العظيم مروض لحتى ما حد يقول لي ويكابر والله مروض والطير وطالع معي، ما انا مروض على الاطلاق. ما انتم شايفين هرب مره ولا مره. طبعا مره ولا مره وباثناء تقديمك له للاكل وايدك قريبه راح تروضه بهذا الشكل، بشرط انك ما تخاف منه، لا تقول له انك انت خايف منه، ولا تخليه يهرب منك بشكل كامل، تمام؟ رح تضل انت تحاول تمسكه وتضل توقفه على ايدك، والطعميه مع التجويع راح يصير يوقف على الايد. اما عمليه انك انت تصح له يجي لعندك، نصيحه، عمليه انك تصح له يجي لعندك، اول شغله بدك تشتغل عليها انه الطير بدك انت تقوم على عمليه ترويضه، تحطه بمكان ما يكون فيه اي طير. طبعا هاي الطيور ما في اسهل من ترويضها، شو بدك بالعناوين اللافته وطير وحش ومستوحش وبيعض. طيور مع كيفها في اسهل من ترويضها واليفه، هي بطبيعتها الذكور حصريا، الاناث متعذبه كثير في عمليه الترويض، اما الذكور ما في اسهل من ترويضها. لحتى تصحي ويجي لعندك بدك تحطه بغرفة معزولة ما يكون فيها طيور، ما يكون فيها أقفاص، وتبدأ بعملية الترويض وبتستمر لأكثر من 45 يوم. يعني مو من أول ما شفته وقف هيك على إيدك معناته خلص الطير صار بيحبني وتروض، لا لا، لأنه لحد الآن الطير خايف مني ولحد الآن عنده فرصة إنه يهرب مني. فلذلك الأمر أنت لازم تستمر معه أقل شيء أقل شيء لمدة 45 يوم بشكل متواتر، يعني بشكل يومي تقريبا انك تقوم على عملية ترويضه وتطلعه من القفص، تمسكه، تجيب له العاب. طبعا الالعاب مهمة كثير في عملية الترويض، يلعب فيها قدامك انت وتحاول انت تلعبه فيها، تلعبه بهي الالعاب، يعني مثل كان طفل صغير امامك وعم تلعبه بهي الالعاب لحتى ما يخاف منك ويشعر بالامان اتجاهك انت كمربي لهذا الطير. بتمنى الحلقة تكونوا استفدتوا منها، بتمنى يكون كل الضغط على زر اللايك، وعم بستنى رأيكم، نشتري له أنثى وبننتج منه وبنحكي عن طريقة إنتاج هذا الطائر الجميل، أو بنبيعه وبنجيب شيء جديد وبنحكي عنه، كنت ناوي أجيب ببغاء الدرة، ولكن بما إنه جاني هذا الطير فتارك الموضوع لكم، واختاروا لنا اسم بالتعليقات، السلام عليكم.